الضرب الذي أذن الله فيه هو الضرب الذي يظهر به الرجل غضبه عند وجود السبب، فسره السلف فقال بعضهم بالمسواك، يضربها بالمسواك. يذكر أن أحدهم قيل له هذا، فكان يضرب امرأته، فادعت عليه المرأة في المحكمة أنه يضربها، فقال والله ما أضربها إلا بالمسواك كما قال السلف. قالت سلوه أن يحضر هذا المسواك، فأحضر المسواك فإذا به متر وغليظ أشد من الخيزرانة، وقال أنا أفعل ما يقوله السلف، كذاب. مراد السلف أن الضرب ليس ضرب إهانة ولا ضربا شديدا. قال بعض العلماء كلمة لطيفة، قال لا يجرح نفسا ولا يجرح جلدا، ضرب لا يجرح نفسا ولا يجرح جلدا. بعض السلف قال بطرف ثوبه، يضربها بطرف ثوبه فقط ليظهر أنه غضبان وأن هذا الأمر لا يرضيه. أما أن يجلدها جلد العبد، يجلدها بالصوت لأنها ضعيفة أسيرة عنده، فهذا حرام، سيقتص منه يوم القيامة إن لم تسامحه هذه المرة.